السلام عليكم. توجور معكم عمو جامع درويش العربي، توجور من مدينة عين مليلة، واليوم رانا في شهر جوي 2021، ومن وسط الباطيمات عين مليلة، العمارات 750 مسكن وروح بوبيا سوناتيبا، يعني عندي ملاحظة برك يعني اللي من يهمه الأمر، واش معنتها كي نزيدو ديرو بوطو جديد حدا بوطو، كان جديد ولا قديم؟ وينو الحل؟ البوطو قديم كان ما كانش فيها الضوء، مقال قديم حتى ولا قدام خلاص، وجديد هذا راح يكون كيما القديم، تسمى 5 سنين يولي حتى هو قديم، ويبقى السؤال واش يعني القيمة الحقيقية للمشروع كيما هذا؟ السلام عليكم.